عمرك لاحظتي شحال من مرة ولينا كنهزو التليفون لدرجة انه ولات حاجة شبه غريزية؟ دابا بحال الا كنا كنتسناو في صف او لسحان في الطوموبيلات او حتى الا كنا جالسين مع العائلة، كاين احتمال كبير تكون كتصفح محتوى لا نهائي بلا ما تعيط. كلنا كنديروها ولكن عمرنا شي نهار تسألنا علاش؟ فاش خرج اول ايفون 9 يناير 2007 كانت ثورة، كان بإمكاننا نتواصلوا ونصيفطوا ميساجات. ومجينا في نص 2008 أبل خرجت أب ستور. 11 يوليو 2008 ولا بإمكاننا نقصروا جيمز. دابا داز الوقت حتى لهاد الأيام اللي ولات حياتنا مستهلكة بالتطبيقات والسوشيال ميديا والألغوريثم اللي مصممين باش يجرونا، حيت ماشي غير بالصدفة أنك متقدرش تحبس السكرولينغ. كان قطاع كامل خدام مورا الكواليس كيتنافسوا على الانتباه ديالنا. ولكن علاش حنا مدمنين لهاد الدرجة وعلاش كنعاودو نرجعو كل مرة؟ الجواب كاين في دماغنا. الانسان بطبعه كيقلب على المتعه، والسوشيال ميديا ولات بحال شي ساحه كتفرق الجرعه ديال الدوبامين. وهنا القلب، حيت هذه ماشي السعاده ديال بصح نبقى نتسنى البوست الجاي الفيديو الجاي واللايكس ديال الناس باش نحسو بشي حاجه. هذه لوب ما كتساليش، وهادشي كياخذ منا وقت بزاف ديال الوقت. الى جينا نفكروا فيها مزيان، شنو هي ديك الحاجه اللي كانت كتعطينا ديك الدفعه ديال الدوبامين قبل ما يوليو عندنا التليفونات؟ يمكن كنا كنلعبو حابة أو لغة مميضة، كنا كنقولو لها كاش كاش أو لدوز وقت زوين مع العائلة. فحال هادشي كان كيعطينا دوك الدفعات ديال السعادة اللي كانوا كيرضيونا. أما دابا ومن بعد ما ولاو عندنا سمارت فونز، هادشي مكيعنيش بلي داكشي ولا كيعطينا دوبامين قل من اللي كان. مازال كناخدو نفس لاماونت ولكن غا هاد المرة البرا علات على كيما كانت. هادشي كيعني بلي الحوايج اللي كنا كنلقاو فيهم متعة مبقاوش مازال، حيت جربنا شي حوايج حسن. وهادشي نفسه اللي طاري دابا، ولينا مولفين الرواج ديال المعلومات لدرجة أن السكات والسكون والحياة الواقعية ولات لا تطاق. شنو اللي غيجي من مورا هادشي؟ واش غنوصل ديك المرحلة اللي غيتخربق فيها التركيز ديالنا ملي ما غتبقى حتى شي حاجة تجينا فان مازال؟ والأهم من هادشي، كيفاش غيكون إدمان المحتوى من هنا لقدام؟